وللحديث أكثر عن معاناة النازحين وتحديدا في مناطق شمال وغرب العراق وتصريحات رئيس البرلمان في العراق محمد الحلبوسي بشأنهم، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من صلاح الدين المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشيوخ عشائر صلاح الدين الشيخ طامي المجمعي. مرحبا بك معنا الشيخ طامي. أهلا وسهلا، تحية لك ولجميع مشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله. مرصد أفاد في بيان له يؤكد تواطؤ الحكومة في تصفية المواطنين بعد تسريب مقاطع مصورة تظهر عمليات التصفية. إلى أي مدى ترى أن الحكومة مسؤولة عن تصفية المواطنين في محافظات بعينها؟ صراحة هي بالنسبة للحكومة هي المسؤول الأول والأخير عن سلامة وحماية المواطنين مواطنيها كدولة، لكن الحكومة من 2016 أو 2014 إلى يومنا هذا هي ليس بديها إنجاز تنجزه حتى تحمي المواطن أو تحمي شعبها من فصائل مسلحة خارج عن القانون. استباحت محافظات عدة بطرق ممنهجة من قبل أجندات خارجية قامت بتنفيذها في تلك المحافظات، في محافظة صلاح الدين والأنبار والموصل وكركوك وديالة والمحافظات ومحيط بغداد وشمال بابل. بالنسبة للمهجرين والنازحين اللي موجودين والمقيبين والمختطفين، نذكر بالتقرير بأن هناك أكثر من 20,000 مقيب. لا تصحيح للتقرير. نعم. المعلومة أنا باعتبار صار لي سنوات اشتغل على ملف المقيبين والمختطفين والمعتقلين، في محافظه صلاح الدين فقط 16,000 مقيم. في صلاح الدين وفي محافظه الانبار اكثر من 25,000 مقيم، ومثلها في نينوى، وتتوزع باقي الاحصائيات على المحافظات الاخرى جرف الصخر وحزام بغداد والمحافظات دياله وكركوك ونينوى. نعم. بالنسبة للعدد المهجر المقيبين، عدد المغيبين يعني أنت تتكلم عن أكثر من 60 إلى 70 ألف مغيب شيخ طامي. أكثر من 100,000 مقيب، وليس 60 أو 70، أكثر من 100,000 مقيب. نعم. وهناك أكثر من 300. هل لديكم كشوفات جماعية؟ أكثر من لا سمحت لي، أكثر من 300 مقمرة جماعية في محافظة صلاح الدين والموصل والأنبار وكركوك وديالة وحزام بغداد. نعم. وهذه جميعها لتلك المقيبين اللي موجودين منها في الأنبار وفي صلاح الدين. وأعلنت أنا قبل فترة أشهر عن أحد المقابر اللي موجودة في منطقة الفرحاتي في منطقة شالي في ناحية الإسحاقي، ولا يومنا هذا لم يتم حفرها لإخراج تلك الجثث لفحصها وتسليمها إلى ذويها لمعرفة مصيرهم. لماذا لم يتم حفرها، ولماذا على الرغم من وجود مقاطع مصورة لكن الحكومة ترفض فتح هذا الملف، وهناك يعني رفض غير مفهوم من الحكومة؟ لا يمكن حفر هذا المقابر لأن هناك سوف تفتح بيبان نار جهنم على الحكومة وعلى الفصائل المسلحة من قبل دول ومفوضات حقوق الإنسان ودول العالم، لأن هذه هذا الملف صعب. نعم. جدا لا يمكن فتح تلك المقابر او فتح هذا الملف الا بعد الضغوط على الحكومه المركزيه واعتقال قيادات سياسيه متنفذه تقود تلك الميليشيات لتنفيذ اجندات خارجيه تحت خلف القضبان، ومحاكمتهم محاكمه عادل لنيل جزائهم، ومن ثم حفر تلك المقابر وتسليم جثثهم. نعم نعم. طيب، أنتم في مجلس شيوخ ووجهاء وأعيان محافظة صلاح الدين حملتم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي المسؤولية عما يحدث في صلاح الدين وفي غيرها من المحافظات التي تتم فيها هذه العمليات والانتهاكات، لماذا حملتم الحلبوسي المسؤولية؟ احنا ما حملنا الحلبوسي المسؤولية، وإنما في أحد مؤتمراته لدعم مرشحي حزب تقدم اللي هو رئيس الحزب مالته هو الحلبوسي نفسه ده، فلدعم مرشحه في محافظه صلاح الدين البارحه في احد منصات على منصات احد قاعات محافظه صلاح الدين اطلق قسم بشوارب نواب ومسؤولين وشيوخ
ووجهاء وموظفين ومسؤولين في محافظة صلاح الدين قسم بشواربهم أن يكسر ظهر من يعبث بأمن تلك المحافظة. فإحنا طالبناه إذا عنده هذه القوة والقدرة على كسر ظهر من يعبث بأمن هذه المحافظات، وهو جهات معلومة للجميع للعالم وللشعب العراقي، وإذا كان لا يعلم هو فكان إذا في زاوية مظلمة بالنسبة له وما يعرف هذه الجهات المعلومة عليه أن يسأل مرشحيه اللي هم يقودون ملف محافظة صلاح الدين إداريا وأمنيا، وهو المحافظ ورئيس مجلس المحافظة سابقا وشقيقه وأعضاء البرلمان اللي هم في حزبه، عليه أن يسألهم يقول لهم من هاي الجهات اللي معلومة اللي تعبث بأمن صلاح الدين حتى يكسر ظهرها. إذا عنده هاي الإمكانية والقدرة والقوة فإحنا نطالب بكشف المقابر الجماعية ومصير المقيبين سواء كان من المتظاهرين التشرينيين وكشف قاتلي المتظاهرين وكشف وتعويض المصابين والمعاقين من المتظاهرين والكشف عن المقيبين والمختطفين والمعتقلين اللي بالغ عددهم أكثر من 100,000 مقيب في تلك المحافظات. فالأجدر به أن يكشف عن هذولا وبعدين يكسر ظهر من يعبث بأمن تلك المحافظات. هذه الأسئلة أحد المقابر الجماعية تبعد عن دار رئيس البرلمان تقريبا يقارب 5 كيلوات في منطقة البورديني قرب سيطرة الصقور، تبعد مسافة 5 كيلوات. فالأجدر بأن يحفر تلك المقبرة اللي هي معلوماته تتوفر بأن هذه المقبرة هم المزرعة اللي ارتكبت من قبل أهالي الصقلاوية بحقهم اللي يبالغ عددهم ما يقارب 743 عنصر تم قتلهم ودفنهم في تلك المقبرة. فالأجدر أن يحفر تلك المقبرة وبعدين يكسر ظهر يعبث بأمن تلك المحافظة. يعني يبدو أن الإجابة على هذه الأسئلة جاءت بشكل مغاير شيخ طامي عندما تحدث الناشط عثمان الخليفاوي عن فساد في الناحية تم اعتقاله على الرغم من أنه محسوب على الحلبوسي، يعني حتى الذين من المحسوبين عليه يتكلمون في قضايا الفساد يعتقلون. أستاذ العزيز، بالنسبة للجهات السياسية المتنفذة سواء كان رئيس البرلمان أو غيره، بالنسبة لهم ما عندهم مبدأ سياسي بأن يحميك ويحمين ويحمي الآخرين. في حالة أي خلاف بينه وبينه هو يجهز لك تهمة حسب نفوذه اللي موجود، وشفنا احنا بين الخلافات اللي بينه وبين الجهات السياسية الأخرى اللي هسه أحد قياديها اللي جابه ونصب رئيس برلمان ودخل في القضبان. شكرا جزيلا لك. ما عندهم مبدأ والحفاظ عليه وعليك وكذا، وإنما اللي مس مصلحته وصلت الفكرة يلفق لأي تهمة أخرى حتى يتخلص من عنده حتى ما يجيب حتى يخليه عبرة للمواطنين الآخرين. أشكرك جزيلا المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشيوخ عشائر صلاح الدين الشيخ طامي المجمعي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.